في كنا روسي وامريكي اش بو سكناندنا شر او رواسنا شر يعني شر وان شي ما نبتا يا رات قصد كنت مش العرض شر هي شر يقول شي بي انا وقم قشت زان كير كير ابوي شر داعش وجبهة النصرة قلت يعني انا شر مسكي الا داعش وجبهة النصرة يعني شر مسكي ما يكي ما يكي مثلا بين جيش احر منطقة شوف دي يعني وينا جيرها كيف جارا جيرها تسجلنا انه شر داعش ونصر كريه يعني او خدا علي ما جار دي يعني اما اتفاق روسي امريكي يعني لعباك وان هين وقت جوار دي هين لعباه خلاص نبوي هذا حنك خبي شعبه فقير ديك الحجاري بجنيفا اولو ددوا وشيا وقف اطلاق النار قيش دروي هين مشاريع وان دي منطقي دماني اتفاق ما بين روسيا وامريكا دي طبعا وضع سوري ما انما هي وضع سوريا وضع وضع دولي انها وضع ما سوريا وضع امريكا وروسيا از باور دكم حر دوجي جدي بن فعلا برا جدي بن بخازن وقت اطلاق النار تشيبي بالسوريا وتشيبي بن نخوازن ويحبكي دريج بي بس داوي بيشي دوي بكين هدناكي ودوي اف كريزا سوري تشاسر بي يعني وبريك سلمي دبلوماسي سياسي هذا اتفاق نقابة روسيا وامريكا شنو بيش بو وقف اطلاق النار او يا خطوات ايجابيه بس وكا قناعات كشخص باوريا مدى ابيات كافيه انه اتفاقيات جدي شينا باعتبار انه جبهه النصرة وداعش جي استثناك لي ومناطق ايج وجبهه النصرة واحرار الشام والجبهه الاسلاميه منطقه ادلب التهجديه از نبا ولا انه جديتها روسيا انه وقف اطلاق النار بكين بمهنا جبهة النصرة كانت بيج المعارضة معارضة نظام مع ائتلاف خي وجبهة الجبهة الإسلامية وإحرار الشام وأزجنبا ولم يقوا اتفاقيا بنجاح. يا لك ودر كتيب أنت أمريكا وروسيا أو اتفاقية يعني يعني أف قوى عظمى يعني هجر أمريكا بروسيا بيجيم يعني أمريكا جا حقيقة وروسيا جي طبعا أف قوى تجو آنين سوري برتقسيمة دي عليك جي روساري وعليك جي امريكان ري از بجيم حدو جان اتفاقي كي جبر وضع سوري چارا سرناب الا اف حدو قوي عزمه جو بجين سيغتك نبدا سي سوريا دي او نظام سوري او معارضه دي دسي ما حدو قوي عزمه دان تعمد اف هتناق شي بدنا بينا ائتلاف ومعارضه داوتنا بينا حرد قوي روسيا وامريكا دو اتفاق لسركرني هاجر غبرا بجديب حردو بجدي بكن بهر السري بس قناعات عمد قد بيجمع في اتفاقي نار السري جبرق وداعش وجبهة النصرة حردو دقائمة إرهابية دني وجبهة النصرة دنا معارضة دنا سوري قشي بلا كري يعني شو مناطقيكو هي يعني جبهة النصرة تيدي قناعات عمد نار السري